الخير مشاهدينا الكرام، صباح التفاؤل، صباح العمل، صباح البناء. بنبدأ معاكم يوم جديد من برنامجنا هذا الصباح في تاني يوم من أيام السنة الميلادية الجديدة، وهو العام اللي بنتمنى يكون عام للخير والسلام وعام للأمن والاستقرار وتحقيق الأمال والأمنيات والطموحات. صباح الخير آلاء. صباح الخير محمد، كل سنة وانت طيب. النهاردة تاني يوم في 2017، كل سنة وانتم طيبين. أيضا مشاهدينا بنتمنى بالفعل أن يكون عام سعيد عليكم جميعا، وهنكون معاكم على مدار حوالي 3 ساعات زي ما تعودنا في هذا الصباح، وفقرات حوارية متنوعة. هي عندنا النهاردة من ضمن حواراتنا حوار مهم جدا، بيتكلم عن الحقيقة خبر من الأخبار اللي بتدعو للتفاؤل، واللي أكيد هيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد في هذه الفترة، وهو أنه الصادرات المصرية وصلت في نهاية 2016 ل 20 مليار دولار، وده بزيادة قيمتها 9% زي ما أعلنت وزارة الصناعة، ده غير الصادرات البترولية. حقيقة خبر مهم جدا وبيدعو للتفاؤل، وأكيد بيكون لي تأثير إيجابي على الميزان التجاري. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل مع أحد ضيوفنا في هذا الصباح اليوم. كمان ألاء عندنا موضوع مهم جدا أيضا، وهو موضوع الكروت الذكية الخاصة بالبنزين والوقود بشكل عام، وبدأ بالفعل بدء التجريبي أو التشغيل التجريبي لهذه الكروت في 4000 محطة وقود. طب إزاي احنا هنطبق النظام ده؟ هل ده بداية اللي تعمل على كل محطات الوقود اللي موجودة في مصر؟ إزاي هنطبقه؟ إزاي احنا هنعمومها؟ طبعا إزاي الآلية اللي احنا هننفذ بها الكروت الذكية؟ كان قبل كده كنا احنا طلعنا كروت ذكية بالفعل، تأجلت أكثر من مرة، وطلعنا كروت بالفعل بس ما طبقتش وتفعلت على أرض الواقع. طب هل ده هيبقى وضع تاني مختلف؟ يعني في كلام بيقولك ان الكروت الذكية هتبقى مثلا من خلال المرور، إدارة المرور، لو انت ليك عربيات المرور هيتصلوا بيكي. يعني كل الناس استخرجت تفاصيل احنا مش عارفينها، بس احنا هنحاول من خلال حوارنا بالطبع في برنامجنا هذا الصباح احنا نتعرف على كل التفاصيل الخاصه بالكروت الذكيه وكيفيه تطبيقها في الايام المقبله، وهل هي فكره ستعمم وهيبقى التعامل من خلال الكروت الذكيه فقط، ام سيكون هناك كروت ذكيه وايضا هناك كروت داخل محطات الوقود لمن لا ليس لديه هذه الكروت. هي كمان عندنا من الاخبار الفنيه خبر كمان مفرح، وهو بخصوص السينما المصريه اللي في خلال 2016 ايضا كحصاد لعام 2016 بتستعيد عافيتها من خلال انتاج 40 فيلم سينمائي على مدار 2016، وبكده بتكون السينما المصريه رجعت تاني تنتج عدد كبير من الافلام بعد سنوات من الازمه وضعف الانتاج، وطبعا دي كلها 40 فيلم منوعه ما بين الكوميدي والاجتماعي وغير كده كمان من الافلام. وكمان السينما المصريه من خلال 40 فيلم الحقيقه استطاعت انها تشارك في عدد كبير من المهرجانات الدوليه وتحصل ايضا على جوائز. هيكون معانا ايضا حوار حول هذا الموضوع. كمان لا ما فقرتنا يا سبت ما ننساهاش الوقفه الصحفيه وقراءه في صحبه الجلاله، عندنا وقفتنا الرياضيه وقفتنا الاقتصاديه، وبعد الفاصل نبدا معاكم جولتنا الاخباريه على مدار ساعه نتناول فيها اهم الاخبار سواء داخليا وسواء خارجيا بعد الفاصل. صباح الخير عليكم، انا رجعت لكم النهارده بزومبا، بس المره دي غير زومبا كيدز خالص، زومبا مع الكبار. الزومبا بتحرق من 600 كالوريز ل 1000. الزومبا طبعا بتخسس جدا وبتعمل شاب حلو جدا 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 للجسم، ولو استمريتي عليها على طول مش هتحتاجي اي حاجه خالص، جسمك هياخد الشاب المظبوط، هتخسي كالوريز كويسه. النهارده حابه اعرفكم عن الزومبا وهنشوفها مع بعض ان شاء الله. Hey!
up like a champion. Your body and mind got my attention. Your teasing is threatening to everyone. I wanna give you some love and some affection. I like the way you go down low. In such a way, booty moving to the tempo. And oh, keep doing what you're doing, girl. You shine bright like a diamond. Yeah, it's your sherry. The way I see you dancing, up where I'm gonna say, I'll say, I'll say, I'll say, you moving. Já conhece mon vlog. Music lagoon. Na Fellowbay, Fellowbay. Na club, na toco até Hollywood. Mais tout le monde sous sa jambe. C'est bien, 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 bien. On j'en ou tout le monde. La fond allait loin, loin, loin. Pour qu'avoir bon conseil. La fond attendez. Je dis la parole avant d'arriver. Tout le ciel boué à bon Dieu. Si chéri, no way I see you dancing. Pas moi bon conseil. Conseil, conseil, conseil. Si maman, no way I see you. رجعنا لكم تاني وبنبدا معاكم فقرتنا الاخباريه على مدار ساعه كامله بنتناول فيها بعض التقارير وبعض الاخبار سواء من داخل مصر سواء من خارج مصر. خلونا نبدا معاكم من داخل مصر. بالطبع عام 2016 شهد الكثير من القرارات الاقتصاديه بالفعل اللي هي كانت جريئه وكانت صعبه في نفس الوقت، واحنا شايفين يعني تداعيات هذه القرارات على ارض الواقع من ارتفاع في الاسعار سواء مواد غذائيه سواء ادويه وغيرها من الامور بالطبع. والحقيقه هي زياده يمكن لا تتناسب في الحقيقه مع الزياده اللي احنا شاهدناها في اسعار الدولار، بل بالعكس هي ازيد مما شاهدناه في ارتفاع هذه العمله على ارض الواقع. لكن لابد من وجود بالفعل اجراءات حكوميه، هناك لابد ان تكون هناك رقابه من جانب الحكومه لضبط الاسعار واتخاذ خطوات ملموسه على ارض الواقع في الحقيقه لمواجهه هذه التاثيرات، خاصه على الفئات المحدوده الدخل، ويمكن انضم لهم لهذه الفئات ناس ما كانتش من ضمن محدود الدخل في الحقيقة. طبعا المتوسطة كمان ابتدت تتأثر يعني الكل يعاني في الحقيقة إلا يعني فئة قليلة في الحقيقة. في هذا الإطار يعني الحقيقة شهد عام 2016 بالفعل تغييرات جذرية في هيكل الاقتصاد المصري، وده بيعتبر في إطار الإصلاح المالي وإعادة هيكلة البنى الإنتاجية والأطر التشريعية. التغييرات الجذرية كان من أبرزها استعادة التوازن المالي وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والاكتشافات البترولية، فضلا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي أكيد بقرض قيمته 12 مليار
مليار دولار على مدار 3 سنوات. هنشوف أكثر عن هذه الإصلاحات الجذرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في هذا التقرير. عام مفعم بالتطورات المتلاحقة ومليء بالتغييرات الجذرية اجتازه الاقتصاد المصري في طريق الإصلاح المالي وإعادة هيكلة البنية الإنتاجية والأطر التشريعية الحاكمة له خلال عام 2016. وقد كان إعادة التوازن المالي وإصلاح الأطر التشريعية والإدارية الحاكمة للعملية الإنتاجية والاقتصادية هو العنوان الأبرز للتغييرات الجذرية التي أحدثتها الدولة في إدارتها للاقتصاد المصري. اتسارعت في النصف الأول من العام لإطلاق نقاش مجتمعي عام حول قانون ضريبة القيمة المضافة، لاحقه تقديم مسودة لمشروع القانون لمجلس النواب سرعان ما سحبته لتقدم مشروعا جديدا في شهر أغسطس للمجلس، والذي أقر القانون في 29 من نفس الشهر بعد أن عدل سعر الضريبة إلى 13% خلال العام المالي الجاري، ترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل. إجراءات التوازن المالي صاحبها إجراءات قوية ولكنها متدرجة لضبط الأوضاع النقدية. بدأت هذه الإجراءات بقرار البنك المركزي بإغلاق 10 شركات للصرافة لتلاعبها في أسعار النقد الأجنبي، ثم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس من عام 2016 بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بما يتضمن عقوبات جنائية لمن يخالف تعليمات البنك المركزي بخصوص السياسات النقدية وأسعار العملة. ومع اشتداد المضاربة على العملات الأجنبية والمخاوف من تبدد الاحتياطي الدولاري، سارع البنك المركزي وتبنى تغييرات جذرية في سوق الصرف ليطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الانتر بانك، مع إصداره يومياً سعر صرف استرشادي يمكن للبنوك التحرك حوله صعودا وهبوطا بما يصل إلى 10%. واستنادا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة التوازن المالي المصري، دشنت الدولة مفاوضات خلال شهري يونيو ويوليو مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل للبرنامج، ليعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر 11 أغسطس الماضي التوصل إلى اتفاق لبرنامج مساعدة للصندوق تحصل بموجبه مصر على 12 مليار دولار على 3 سنوات. كما صاحبت هذه الإجراءات قيام الحكومة في 3 نوفمبر برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 30.6% إلى 40% لتخفيف عبء تفاقم دعم الوقود عن الموازنة. الحركة السريعة للسياسات النقدية والمالية المصرية دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين نظرتها لمستقبل الاقتصاد، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتمانية السيادية لمصر عند بي سالب، مع تعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة، متوقعة أن يبدأ تعافي النمو الاقتصادي بحلول العام المالي 2018-2019. وحزت وكالة فيتش خطى ستاندرد أند بورز وأكدت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. الإصلاح امتد كذلك إلى البنية الإدارية للدولة، حيث تمكن مجلس النواب من إقرار قانون الخدمة المدنية في 25 من شهر يوليو الماضي. قطاع البترول كان على موعد في الربع الأخير من عام 2016 مع مواصلة الاكتشافات الكبرى، إذ أعلنت وزارة البترول في 23 نوفمبر الماضي عن كشف بترولي جديد بمنطقة عالم الشاويش بالصحراء الغربية يبلغ إنتاجه نحو 20
20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا باحتياطيات أولية تقدر بنحو نصف تريليون قدم مكعب من الغاز قابلة للزيادة، وبين عمليات الإصلاح الاقتصادي والنقدي وعمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتشريعية تنقلت إدارة الاقتصاد المصري خلال العام المنقضي في الوقت الذي حافظت فيه على وتيرة تطور العملية الإنتاجية في إطار سعيها لحل أزماته والعبور به إلى آفاق أرحب. بتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات عن شهر يناير 2017، وده في موعد مبكر عن موعده في الحقيقة 10 أيام بمناسبة يعني عيد الميلاد المجيد، ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المبالغ المستحقة إلكترونيا من ماكينات الصراف الآلي ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنوك وجميع مكاتب البريد. الحقيقة تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل وفقا لآليات محددة، وطبعا ده لتوفير سرعة الأداء وتذليل جميع العقبات أمام المواطنين، مع تزويد ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية لصرف جميع مستحقات أصحاب المعاشات. والحقيقة تم التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاتهم المالية، وده طبعا تنفيذا لسياسة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في سياق آخر أيضا وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء على المواطنين، كمان أكد وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي تثبيت أسعار السلع التي تصرف على بطاقات التموين للتخفيف على المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. الحقيقة يعني كان بيتردد شائعات عن تقليل حصة الخبز لحصة الدقيق للمخابز، ولكن نفى وزير التموين والتجارة الداخلية هذه الشائعات خلال اجتماعه مع لجنة إعداد الخبز والطحن بأنه أصدر تعليماته إلى مديري المديريات بعدم تخفيض أي حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزارة. وشدد وزير التموين أنه رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به، وأشار أنه الدولة تتحمل فروق أسعار المحروقات بعد الزيادة الأخيرة. يعني كنا قلنا بنتكلم عن قصة الوقود والكروت الذكية وزيادة الأسعار وكده، يعني كان في كلام كمان منتشر في الآونة الأخيرة إن هيكون في زيادة في أسعار الوقود مع بدء العام الجديد، وهيكون في تحديد للكميات اللي بتصرفها السيارات، لكن يمكن وزارة البترول طلعت ونفت هذه الكلمات وأكدت أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الوقود حتى الآن، أو يعني تثبيت أو يعني معرفة الكميات التي يحصل عليها أصحاب السيارات، لكن بدأ تشغيل التجريبي لتطبيق الكروت الذكية. ممكن احنا عارفين موضوع الكروت الذكية ده موضوع بقاله فترة كبيرة جدا، وبالفعل في ناس استخدمت كروت لكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. في توجه الآن لتطبيق هذا الأمر، لكن إيه هي الآليات اللي هيتم تطبيقها؟ ذات يمكن لسه مش واضحة، وعندنا حوار خاص هنوضح فيه كل التفاصيل الخاصة بالكروت الذكية. زي ما كنت بتقول محمد أنه بالفعل في ناس استخرجت هذه الكروت الذكية يمكن من عامين. بالنسبة للي لم يستخرجوا هذه الكروت، أوضحت الوزارة في بيان لها أنه محطات تموين السيارات لديها كارت المحطة، وده للاستخدام في تزويد أصحاب المركبات اللي لم يستخرجوا الكارت الذكي الخاص بالوقود، وده بجانب أصحاب السيارات اللي بالفعل معهم الكارت الذكي. وأعلنت وزارة البترول أنه شركة مختصة ستقوم بحملة ترويجية لتعريف المواطنين بكيفية استعمال الكارت الذكي وتوجيه من لم يتسلموا الكروت إلى كيفية إنهاء إجراءات الاستلام من وحدات المرور التابعين لها. وأيضا أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنه الوزارة جاهزة فنيا لتفعيل منظومة الكارت الذكي لتموين السيارات بالوقود. الحقيقة يعني كان بيشاع أنه ده الهدف منه هو زيادة أسعار الوقود، لكن تم التأكيد أنه الهدف هو ضبط توزيع الوقود. موضوع التعليم لا كمان موضوع مهم جدا، وإحنا للأسف الشديد يمكن إحنا عندنا ثقافة كلنا وقعنا فيها اللي إحنا بنعتمد على الحفظ أكثر من الفهم للأسف. صحيح. الشديد ممكن ده نظرا لطبيعة بالفعل المواد التعليمية المقدمة النظام التعليمي نفسه بشكل كبير وطبيعه الثقافه اللي هي موجوده لدى يعني الطلاب بشكل عام. على اي حال لابد من تغيير المنظومه باكملها، المنظومه التعليميه سواء التعليم الابتدائي ما قبل الجامعي الجامعي، بحيث ان احنا بالفعل نستطيع ان يعني
أن تكون مخرجات العملية التعليمية متطابقة مع سوق العمل، أن يكون هناك فهم أكثر للمواد التعليمية المقدمة للطلاب سواء في المدارس سواء في الجامعات، حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة من الوعي والتثقيف وليس الاعتماد على الحفظ فقط. وزير التعليم العالي هي يعني كمان يعني الدكتور أشرف الشيحي أكد أهمية تطبيق ثقافة التعلم القائمة على يعني اعتماد العقل النقدي والتحليلي بدلا من ثقافة التعليم القائمة على التلقين والحل. أيضا لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتناقش هذا الأمر، وأشار وزير الثقافة حلمي النمنم إلى أهمية تطوير المحتوى الثقافي للشباب، وده بهدف محاربة التطرف والإرهاب، ولفت إلى أنه الثقافة هي قوة مصر الناعمة القائمة على المعلومة والفكر الجيد البناء. ومن جانبه أيضا شدد أمين الأمانة العامة للمجالس التخصصية الدكتور طارق شوقي على أهمية تطوير التعليم الجامعي وارتباطه بالأمن القومي مباشرة، ونوه أنه التطوير يحتاج إلى إحداث نقلة نوعية في محتوى العملية التعليمية على أن يتم ذلك بصورة غير تقليدية وفق إجراءات حاسمة وفاعلة. لو بنتكلم عن العمليه التعليميه كمان الاء عندنا موضوع الابحاث البحث العلمي، يعني ده طبعا موضوع يعني تقدم الامم دايما بيقاس بمدى التقدم العلمي الموجود داخل هذه الامم ومقياس لمدى الحضاره الموجوده ايضا ومدى الثقافه والتقدم الموجود على ارض الواقع داخل الدول. احنا عندنا طبعا مراكز كبيره جدا موجوده ويشهد لها الجميع بالثقل الدولي والمحلي والاقليمي وغير ذلك من الامور. عندنا المركز القومي للبحوث وهو يمكن يعني من أقدم المراكز الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر هذه المؤسسات العلمية في الحقيقة الموجودة في المنطقة وفي الشرق الأوسط، وستين عام بتمر على إنشاء هذا المركز، وهناك احتفالية بيحضرها الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. بالفعل 60 عام محمد على إنشاء المركز القومي للبحوث، وهو أكبر المعاهد البحثية في مصر، وبيعود تاريخ إنشاؤه إلى 2 نوفمبر عام 1939 عند إنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث وتعيين الدكتور علي إبراهيم رئيسا للمجلس وإسماعيل صدقي وكيلا والدكتور أحمد زكي سكرتير للمجلس. وفي نوفمبر 1953 تم تغيير الاسم إلى المعهد القومي للبحوث واختيار الدكتور أحمد رياض تركي مديرا للمعهد، وتم تقسيمه إلى 4 شعب وهي شعبة بحوث البحوث الكيميائية، شعبة بحوث الطبيعة، وشعبة البحوث الزراعية، وشعبة البحوث الطبية. وعقب ذلك صدر القانون رقم 243 في 6 يونيو عام 1956 بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث، ومن هنا تغيير اسمه إلى المركز القومي للبحوث، وبيضم هو الآن حوالي 14 شعبة علمية بتضم أكثر من 107 قسم بحثي في مختلف مجالات العلوم إلى جانب العديد من مراكز التميز. خلينا نروح معكم لأسوان وهذه المدينة الساحرة، هذه المدينة الأثرية يعني ولها رونق خاص في الحقيقة أسوان والأقصر تحديدا، خاصة يعني في الشتاء في الشتاء يعني كمان بتتميز ب طقس جميل كمان في الشتاء، يمكن احنا حاسين بالبرد هنا هناك الجو يعني اقل حده في البروده وهيكون معتدل اكثر من الجو اللي موجود بالفعل في محافظات الجمهوريه المختلفه. على تحل في فعاليات المهرجان الدولي في اسوان تحت اسوان تحت عنوان عفوا اسوان مدينه الابداع والتراث، وده هيكون في الشهر الجاري يوم 10 ان شاء الله بمتحف النيل برعايه صندوق تحيا مصر، وهذه او هذا المهرجان بيستمر لمدة يومين بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة وممثلي عدد من الدول الإفريقية. هو فرصة لتشجيع السياحة أيضا ولفت الانتباه إلى ما يجري على أرض الواقع في أسوان، ومحاولة يعني تنشيط العملية السياحية من جديد، وبالتالي أيضا يعني تبادل الخبرات مع دول حوض النيل والدول الإفريقية بشكل عام من خلال هذه الفعالية. صحيح، يعني محافظ أسوان بيعرب عن ترحيبه الكبير بتنظيم هذا المهرجان الدولي للحرف والفنون ليقام ضمن فعاليات احتفالات أسوان بعيدها القومي، وأيضا بمناسبة مرور عام على إنشاء متحف النيل الوثائقي، ده لتوطيد العلاقات والترابط مع دول حوض النيل وأفريقيا. المهرجان طبعا هيشهد حضور عدد من
الشخصيات، منهم الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان ومبعوث التراث لمنظمة اليونسكو، ويختتم اليوم الأول للمهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العامة، منها جراح القلب العالمي دكتور مجدي يعقوب وعملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد وأيضا الفنان محمد منير، بالإضافة إلى الفنانة إسعاد يونس لدورها الإعلامي لإحياء التراث ودعمها للصناعات اليدوية المصرية. وبيشهد المهرجان حضور فرقة رحالة الألمانية لموسيقى الجاز، وده بيساهم أكيد بالفعل في تنشيط الدعاية الإعلامية لمصر وأسوان، وهيتم نقل هذا الحدث على ثلاث قنوات ألمانية ومحطة إذاعية. لا شك يا لا، احنا في مصر هنا بنواجه الكثير من التحديات في الحقيقة، سواء من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية، لكن من أخطر هذه التحديات هو الإرهاب. احنا بنحاول نواجهه من الناحية الأمنية، لكن مواجهة الإرهاب مش مقتصر على الناحية الأمنية فقط أو العسكرية، لكن من الناحية الفكرية، من الناحية الثقافية، من الناحية الفنية كمان، من خلال تنظيم مهرجانات بنقاوم فيها الفكر المتطرف، بنحاول نوصل لأكبر شريحة موجودة من المجتمع المصري من خلال أعمال بسيطة، بنحاول نوصل لهم المعلومة وبنحاول نوصل لهم الفكرة. وزير الثقافة حلمي النمنم يشهد اليوم مساء اليوم على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة انطلاق فعاليات برنامج مبادرة مصر المواجهة اللي أعلن عنها قطاع الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح، وده من خلال الفترة من النهاردة حتى 20 يناير الجاري على جميع مسارح القاهرة والإسكندرية. الحقيقة فعاليات هذه الندوة، فعاليات هذا البرنامج بتبدأ بندوة فكرية يشارك فيها رموز ثقافية وفنية أيضا ووطنية، وأبرزهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وسيم السيسي. وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن إطلاق هذه المبادرة بتأتي تأكيدا لإعلان موقف المسرحيين والمسرحيين المصريين ورفضهم لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وأشار أنه فعاليات المبادرة بتقدم على مسارح القومي، ميامي، الطليعة، الغد، السلام، القومي للطفل بالقاهرة وبيرم التونسي بالإسكندرية. وأوضح أن الفعاليات بتتنوع بين عروض مسرحية وحفلات غنائية بمشاركة فرق للإنشاد الديني والترانيم القبطية، إضافة إلى مشاركة فنانين مثل أحمد الحجار وأحمد حجازي وفاطمة محمد علي. وأكد رئيس البيت الفني للمسرح أنه جميع الفعاليات بتقام مجانا للجمهور بمشاركة أكثر من 500 فنان وفنانة، وتختتم الفعاليات باحتفالية كبرى على المسرح القومي. خلينا نروح لمعاكم لخبر آخر، ونعى حلمي نمنم وزير الثقافة وفاة شيخ نقاد السينما في مصر المؤرخ السينمائي أحمد الحضري رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأسبق، رائد الثقافة السينمائية الذي وافته ألمانية يعني الليلة الماضية. إن لله وإنا إليه راجعون، والبقاء وعزاؤنا بالطبع لأسرة يعني المؤرخ السينمائي أحمد الحضري. أكيد، والحقيقة صرح وزير الثقافة أنه الحضري قامة كبيرة فقدتها السينما المصرية، وأنه أثرى الحياة الثقافية بترجماته ومؤلفاته وأعماله الإبداعية. وقدم وزير الثقافة خالص تعازي إلى أسرة الفقيد، وبيعد الحضري قامة عالية في مجال الثقافة السينمائية في مصر والعالم العربي، وهو كما يطلق عليه شيخ نقاد السينما في مصر ومعلمهم الأول والمؤرخ السينمائي المثابر والدقيق والمؤلف المتمكن للكتب المعنية بالسينما وعلومها وجماليتها، وأيضا المترجم المتفرد لأمهات كتب السينما الأجنبية للغتنا العربية. الحقيقة شيخ نقاد السينما المصرية أحمد الحضري شغل العديد من المناصب الحيوية في الحقل السينمائي باعتباره مؤسس جمعية الفيلم عام 1960، وهو أيضا عميد المعهد العالي للسينما عام 67، ومدير المركز الفني للصور المرئية عام 72، ومدير مركز الثقافة السينمائية عام 75، وكان أيضا رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عام 89. الحقيقة العديد من المناصب شغلها شيخ المؤرخين السينمائيين أحمد الحضري. طب خلينا نتعرف على أحوال الطقس زي ما احنا متعودين دايما في هذه الأيام، يعني هذه الأيام يعني
يعني مع الدكتور أمال حلفي رئيس الإدارة المركزية لتحليل وتنبؤات بهيئة الأرصاد. صباح الخير دكتور أمال. أهلا صباح الخير أستاذ محمد والأستاذة آلاء والسادة المشاهدين. يعني احنا حاسين بجو غير عادي, يعني جو برد يعني بشكل شديد جدا. يعني ما هو فعلا درجات الحرارة دلوقتي ممكن نقول على القاهرة ان هي 7 درجات, لان كل الدرجات الصغرى على كافة الأنحاء بتتراوح ما بين 5 إلى 9, فدي بتحسسنا طبعا, وحضراتكم نازلين الصبح بدري بشدة برودة الطقس. ده كمان بالليل كمان يا دكتوره الجو كان يعني فظيع برضه, يعني كان جو بارد جدا. ما هي الصغرى يعني. ما هي الصغرى بنلاحظها من الساعه 10 بالليل لغايه الصبح, لغايه ما تظهر اشعه الشمس. الحقيقه دكتور بالليل. يعني مع برضه ظهور اشعه الشمس بيستمر بروده الجو الشديده. يعني عموما هو دوت معدلات الحراره في هذا الوقت, فده طبيعي جدا لهذا الوقت من السنه. فخرائط الطقس برضه بتشير النهارده انه هيستمر الطقس الشتوي البارد حتى شمال الصعيد, يعني من اول السواحل الشماليه وحتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى اسيوط, لكن بيكون مائل للبروده على جنوب البلاد في الاقصر واسوان وشرم والغردقه, وبيكون شديد البروده اثناء الليل, وبيتكون الصقيع على وسط سيناء وعلى شمال الصعيد, وفي تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد, وبيصاحبها سقوط امطار على سلوم مطروح اسكندريه وحتى رفح والعريش. طب دكتور أمال, يمكن لاحظين يعني يمكن السنه دي يمكن برد عن مختلف عن بعض السنوات والاعوام السابقه, يعني تفسير حضرتك للموضوع ده؟ يعني حاسين ببرد اكتر من السنه اللي فاتت واللي قبليها وكده؟ يعني الوقت دوت عادي جدا, اللي هو بيبقى وقت فيه درجات الحراره اقل من المعدل, وما ننساش احنا السنه اللي فاتت كانت درجات الحراره نقول ان فعلا ما كانتش عاليه قوي, لكن السنه اللي قبلها كان في امطار غزيره جدا على القاهره, وكانت ايام اعياد الاخوه المسيحيين كانت يوم 7 يناير انا افتكرها, وكانت اللوحات اللي في الشارع الرئيسي في 6 اكتوبر كانت كلها واقعه من شده الرياح, فاحنا الى الان لسه ما تعرضناش لحاجه زي كده, فده طبيعي يعني ما نقلقش. ده طبيعي. طيب حاله البروده ديت هتستمر معانا ولا يعني جو الشتوى هيكون جو شتوى اللي احنا متعودين عليه زائد البروده؟ شتوى لطيف يعني. يعني الشتوى يكون خفيف علينا شويه يعني. احنا ان شاء الله بنتوقع على سبيل المثال القاهره 15 النهارده, بكره نتوقع لها 17, بعده نتوقع لها بكره 16, بعده 17, فان شاء الله بنتوقع يعني ان هيبقى في ارتفاع تدريجي ونقرب من المعدلات مره اخرى. بالنسبه لسقوط الامطار برضه يا دكتوره, فهل متوقع من الايام اللي جايه ان شاء الله يكون في حاجه زي كده, في سقوط امطار مثلا؟ ان شاء الله هنقول ان سقوط الامطار محصوره على السواحل الشماليه فقط, من اول سلوم مطروح وحتى رفح والعريش, لكن بالنسبه للداخل ما نتوقع لهاش لسه سقوط امطار خالص. يعني احنا بنتوقع الارتفاع في الحراره تدريجي, لكن الامطار لا. طب امتى يبدا الارتفاع التدريجي يا دكتور؟ ان شاء الله انا بقول لحضرتك ان النهارده 15 على القاهره, بكره 16, بعده 17, ونامل ان هي تبتدي ترتفع وتوصل لمعدلاتها. احنا معدل القاهره في هذا الوقت هو 20. فان شاء الله ربنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لدرجات الحراره النهارده على السواحل الشماليه الغربيه سلوم مطروح واسكندريه 15 والصغرى 7, اما السواحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش وشمال سيناء 16 والصغرى 9, الوجه البحري والقاهره 15 6, جنوب سيناء والغردقه 16 10, شمال الصعيد 15 5, اما جنوب البلاد في الاقصر واسوان وحلايب وشلاتين 19 والصغرى 8. بنشكرك دكتورة أمال حنفي, وكل سنة وحضرتك طيبة يا فندم, رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. خلينا نروح معاكم لموضوع آخر. يعني احنا بالأسف الشديد يمكن احنا بنعاني من حالة من عدم الوعي, عدم التثقيف بأثرنا وتاريخنا وحضارتنا, وممكن في أماكن كتير بالفعل ممكن احنا ما نعرفش معلومات عنها للأسف الشديد, وممكن هي مناطق بالفعل تستحق اللي احنا نزورها ونكون عندنا معلومات عنها بشكل كبير جدا, وده في الحقيقة مسؤولية مشتركة بين المواطن وبين الجهات المسؤولة عن هذه المناطق زي وزارة الآثار ووزارة الثقافة, اللي هم لابد من تنشيط هذه الأمور, تنشيط الندوات, تنشيط المؤتمرات, الفعاليات المختلفة في والمعارض كمان الموجودة للتعريف بهذه الآثار وبهذه الحضارة العريقة بالفعل والأماكن التراثية الجميلة والمعمارية أيضا اللي تتحفنا بالفعل وتكون لينا يعني بصمات تعرفنا بأجدادنا وتاريخنا العظيم اللي هو صحيح. موجود يعني مصر مليئة بمختلف الآثار وطبعا من مختلف العصور, عندنا تراكم حضاري كبير جدا أكيد.
خلينا نروح لقصر المانيال وفي احتفالية كبرى بحديقة القصر في إطار الاحتفالات اللي أطلقتها وزارة الثقافة أو الآثار بمناسبة رأس السنة الميلادية، وده بتعاون مع وزارة الثقافة ومبادرة طوف وشوف. الحقيقة هذه الاحتفالية بتتضمن عدد كبير من الفعاليات المختلفة، هيأتي من ضمنها عرض لخيال الظل واللي بيروي قصة حياة محمد الأمير محمد علي وأسرته، وأيضا عرض آخر وهو عرض خاص للتنورة. الحقيقة فرصة أن احنا نشوف جزء من هذه الاحتفالية وبعض من فعالياتها من خلال التقرير اللي معنا. طوف وشوف شجرة الأمير احتفالية نظمتها وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة لطلاب المدارس في قصر الأمير محمد علي. تهدف الاحتفالية إلى خلق تواصل بين كل فئات المجتمع سواء أطفال أو كبار. بنحتفل مع متحف المانيال بمناسبة العام الميلادي الجديد مع الأولاد بحيث ونشر الوعي الأثري برضو، أن احنا نجيبهم مكان أثري زي كده يتعرفوا عليه ويشوفوا تاريخ القصر وتاريخ البرنس محمد علي اللي هو أنشأ القصر. احنا بنقول تعالوا زوروا متحف الأمير محمد علي توفيق بعد 10 سنين من الإغلاق والتطوير، ان يبقى فيه أول سنة بعد 10 سنوات في احتفالية جميلة معانا الدولاب الفخراني، معانا الأطفال، معانا الفنون الشعبية. كل مؤسسة الدولة بتحاول تتشارك للوعي الأثري والوعي بالمتاحف. الاحتفالية تضمنت عدة فعاليات أهمها خيال الظل الذي يحكي تاريخ الأمير محمد علي، فضلا عن ورش عمل لتعليم صناعة الفخار وتزيين شجرة الأمير وعرض للتنورة. الكلام ده بيتم في إطار برنامج طوف وشوف، وهو برنامج اللي بيستهدف في التنمية الثقافية والوعي الأثري لأطفالنا بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن. طبعا ده متحف محمد علي حفيده، فاحنا جايين نكتشف في ايه هنا، لان طبعا دي زي اثار واحنا لازم نشوف ايه اثار اللي في بلدنا. جايين عشان احنا حابين نعرف تاريخ بلدنا، وجايين قصر محمد علي عشان نعرف يعني قصره وحاجاته اللي كان بيهتم بيها وكده. عايزين كمان نشوف الاثار اللي في قصر محمد علي، يعني انا شخص بيحب يشوف الاثار جدا، فعايزه اشوف بيته والمكان اللي كان عايش فيه وكده، ولحد دلوقتي المكان اللي انا شفته كان جميل جدا. الامير محمد علي هو ابن الخديوي محمد توفيق، وقام بتاسيس هذا القصر عام 1903 ليكون مكانا للاقامه قبل تحويله الى متحف بناء على توصيته. الثقافة مكون أساسي وهام من مكونات الشخصية المصرية، لذا تأتي مبادرة طوف وشوف لتنمية الوعي الثقافي والأثري لدى النشء والشباب. من قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أشرف مبارك، النيل. خلينا كمان نتعرف على الحالة المرورية في تاني أيام السنة الميلادية الجديدة. كل سنة وحضرتكم طبعا بخير، ومعنا سيادة المقدم عماد حماد المسؤول الإعلامي في إدارة العامة لمرور القاهرة. يعني صباح الخير سيادة المقدم، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، وعام طيب على حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجعلها سنه سعيده على مصر كلها ان شاء الله. امين يا رب. يعني سياده المقدم، يعني احوال المرور مع ساعات الذروه الصباحيه اللي احنا ان شاء الله يعني هتبدا يمكن بعد قليل كده. هو حتى الان بحمد الله تعمل كافه محاور القاهره بشكل جيد، حتى الان لم يتم ملاحظه اي كثافات متواجده من خلال الكاميرات ومن خلال الشاشات ومن خلال الاخطارات الميدانيه في الشارع بحمد الله. فقط احنا عندنا عطل داخل نفق الازهر، عطل سيارة حاليا بيتم توجيه الونش اللي رفعه، ده أدى الكثافة داخل النفق المتجه لمناطق وسط المدينة. خلاف ذلك الحمد لله لم ترصد الشاشات ولم ترصد الكاميرات أي أعطال أو أي مصطدمات كبيرة نقدر نشير إليها من خلال حضراتكم أو يتم تحويل مسارات من خلالها. الحمد لله كافة المحاور تعمل بشكل جيد، مداخل ومخارج القاهرة تعمل بشكل جيد، الكباري الحدودية اللي رابطة بيننا وبين الجيزة بحمد الله تعمل بشكل جيد حتى الآن بدون تجميع وبدون كثافات. محور اكتوبر في القادم ومتجه يعمل بشكل جيد، محور 15 مايو ايضا في القادم ومتجه يعمل بشكل جيد، محور صلاح سالم في القادم ومتجه ايضا يعمل بشكل جيد حتى الان، محور النصر يعمل بشكل جيد، كافه المحاور تعمل بشكل جيد على مستوى القاهره. عندنا نفق الزهراء تم الفتح بعد الانتهاء من اعمال الرصف اللي كانت متواجده امبارح على طوال اليوم، تم الفتح حاليا في القادم ومتجه لمناطق المعادي بحمد الله. الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم حتى الان ما دخلناش في الكثافه، كان امبارح كان يوم كله من بداية اليوم حتى آخر اليوم لم نرصد أي كثافات متواجدة على مستوى القاهرة. إن شاء الله النهاردة أيضا برضو نتيجة الأجازات أو نتيجة أن الجامعات والمدارس فيها بعض الأجازات للاستعداد للامتحانات نصف العام، ديت مؤثرة بالإجابة على الحركة المرورية على مستوى القاهرة.
تمام يا فندم. طب في اي تحولات يا فندم، في اي اعمال موجوده مثلا موجوده تنصح قائدي السيارات ب يعني اتخاذ طرق بديله عن هذه الطرق؟ لا بحمد الله احنا ما عندناش على مستوى القاهره اي اعمال رفع، اي اعمال سفلته، اي اعمال اصلاحات متاجر. الحمد لله ما عندناش على مستوى القاهره كلها ما عندناش اي تحويلات. فقط كان عندنا المكان الوحيد اللي فيه امبارح نفق الزهراء في القادم والمتجه، وتم فتحه النهارده الصبح يعمل بشكل جيد في القادم والمتجه لمناطق المعادي. طيب الحمد لله، احنا طبعا بنتمنى السلامه للجميع ولقائدي يعني السيارات، وكل سنه وحضرتك طيبه. سياده المقدم عماد حماد المسؤول الاعلامي في الاداره العامه لمرور القاهره. على أنغام التسابيح والابتهالات الدينية والترانيم الكنائسية والطبول النوبية، احتفل مركز قبة الغوري بعيد ميلاد السيد المسيح والعام الميلادي الجديد. الحقيقة من خلال هذا الاحتفال قدمت الفرقة عرض لمدة ساعتين رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس فرقة رسالة سلام الدولية. وطن بلا حدود عنوان الاحتفالية التي أقامها مركز إبداع قبة الغوري للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث تلاقت الموسيقى الشعبية مع دخوف وطبول النوبة وترانيم كنائسية وتسابيح وابتهالات دينية. فكرة المزج ما بين مختلف الأطياف سواء مسلمين أو مسيحيين، كمان فكرة المزج ما بين النوبيين وكذا طيف موسيقي، ده بيعمل تفرد للفرقة نفسها، بتبقى متميزة ومتفردة جدا في اللي بتقدمه. أنا دي تاني مرة أحضر، يعني لسه حضر لهم احتفالية من أسبوع بالظبط. حضر الحفل عدد كبير من مسلمي وأقباط مصر جاءوا للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد وسط أجواء من الروحانيات والمحبة والسلام. التناغم اللي بين في كذا فرقة يعني، وإن هم قدروا في وقت واحد يعملوا يعني حاجة يعني متناسقة كده يعني، بس فوإن يعني جمعوا كذا طائفة في حاجة واحدة في عمل واحد. جميلة جدا، في سلام داخلي كده ما بين كل الأديان، يعني الدين الإسلامي والدين المسيحي، وأنا من الناس اللي بحب الإنشاد الديني عامة يعني، فدي من أفضل الحفلات اللي أنا حضرتها يعني. الاحتفالية تضمنت معزوفات كونية وروحية قدمتها فرقة رسالة سلام الدولية، والتي تضم فرقة سماع للإنشاد الديني وفرقة التراتيل والألحان القبطية وفرقة ترانيم الكنائسية وفرقة إندونيسيا للإنشاد، بالاشتراك مع فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية. بنكمل معاكم أخبارنا، والحقيقة الرياضة مهمة جدا وأكيد الكل لازم يمارسها، وما يمنعناش فصل الشتاء عن ممارسة الرياضة اللي أكيد فيها صحة عضوية وصحة أيضا نفسية. من هنا بتنظم مجموعة من الشباب خلال العطلة الإسبوعية بالأماكن المفتوحة مبادرة رياضية بتعرف باسم السباق الثلاثي. يعني في الحقيقة ألا يعني هي هذه المسابقة بتضم ثلاث ألعاب، اللعبة الأولى اللي هي ركوب الدراجات، اللعبة الثانية اللي هي السباحة، واللعبة الثالثة اللي هي الجري. المنظمون لهذه المسابقة بيسعون بالطبع إلى يعني نشر فكرة بين أوساط الشباب اللي هي من أجل اتباع نمط صحي من خلال ممارسة الرياضة، وده ممكن ده كمان موجود عندنا في الدين الإسلامي اللي بيقص على الرياضة، علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل. يعني دي من كمان من التعليم الديني اللي احنا نتبع نظام صحي من خلال الرياضة ومن خلال هذه الأمور، وبالفعل هي بتعود بالنفع علينا وعلى أولادنا وعلى شبابنا من الناحية الصحية. خلينا نشوف تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. الترايثلون أو السباق الثلاثي رياضة يأمل مجموعة من ممارسيها في مصر أن تترسخ في جميع الألعاب سواء في ركوب الدراجات أو السباحة أو الركض، وذلك في سياق التشجيع على اتباع نهج جديد لحياة صحية. ففي السادسة صباحا حين يسود الهدوء شوارع القاهرة، يستعد هؤلاء الشباب لممارسة هذه الرياضة بحثا عن الساحات المفتوحة وبعيدا عن التكدس المروري. ويؤكد الرياضيون ومعظمهم يتدرب في فريق يعرف باسم ترايف فاكتري أنهم جزء من الاهتمام المتزايد بالصحة والرياضة والتي تتأصل في مصر. عمري ما كنت أتخيل أن ينزل سباحة وبعديها على طول جري وبعديها ترانزيشن بتاع العجل من الجري، ده بيبقى وحش. عمري في حياتي ما تخيلت أن أقدر أعمل كده، بس مع التدريب خليتها حاجة سهلة جدا. ويقول مالك الفريق أنهم يحاولون مساعدة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة عضوية النادي
أو على الأقل توفير التدريبات والدعم التحفيزي، وبخاصة بعدما شهد الفريق اهتماما متزايدا خلال العام الماضي من خلال انضمام العشرات من الأعضاء الجدد إليه. بعض من أعضاء الفريق سافر للخارج من قبل للتنافس في السباقات، بيد أن العديد منهم لا يزال حديث العهد بالرياضة، حيث تنافسوا لأول مرة في بطولة سهل حشيش بمصر أوائل الشهر الماضي. ثقافة الرياضة في مصر ابتدت السنين اللي فاتت تتحسن جدا وتنتشر قوي، بقى الفرصة متاحة والناس عندها اختيارات كتير قوي ان هي تشترك في رياضات. ثقافة العجل السنين اللي فاتت انتشرت جامد جدا، احنا بنساعد قوي في الموضوع ده، وبقت البنات والولاد عادي بيركبوا العجل في الشارع. كان ممكن منظر يبقى غريب جدا جدا على الشارع المصري من 5 سنين بس، لكن دلوقتي بقت وجود البنات على العجل في الشارع شيء طبيعي جدا، وأنا شايف أن الموضوع بيتحسن أكتر وأكتر كمان يعني. وعلى الرغم من أن فكرة ترايثلون لا تزال مستحدثة عند الكثيرين، إلا أن محبي هذه الرياضة يؤكدون على تفاؤلهم بشأن نظرة المجتمع لها ومستقبلها في كافة أرجاء الوطن العربي. هي مسابقة جميلة وممتعة، وبالفعل ثقافة ركوب الدراجات ابتدت تنتشر بين أوساط الشباب المختلفة، مش بس الولاد، لا كمان البنات بقوا يركبوا الدراجة بشكل عالي. لسه بنكمل معاكم جولة أخبارنا، ومن أخبارنا العالمية هنروح لفنلندا، وتحديدا في مركز الأوبرا القومي بالعاصمة هلسنكي، حيث أطلقت فنلندا احتفالاتها بمناسبة مرور 100 عام على حصولها على الاستقلال من روسيا. وهذه الاحتفالية أكيد يعني ضمت عروض مختلفة، ألعاب نارية ضخمة وغير ذلك من العروض. احنا شايفين في الصورة كمان هذه الاحتفالات وهذه الألعاب النارية التي يعني تنطلق في سماء فنلندا. يعني ظروف الاحتفالات هتكون في يوم 6 يناير الجاري، وده له دلالة بالطبع لأن ده هو يوم اللي أعلن فيه البرلمان الفنلندي الاستقلال عام 1917. يعني صور زي ما احنا شايفين ألا، يعني صور ممتعة بالفعل وعاملة يعني توهج في سماء فنلندا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. هي الاحتفالات بالعام الجديد موجودة في كل دول العالم. هنروح كمان للندن، وفرصة لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، وهي أكيد العام الجديد، لذا بيحرص مئات الآلاف من سكان لندن والسائحين على انتهازها. ويعني الطقس شديد البرودة لم يمنع سكان لندن من الخروج ومتابعة المسيرة الاحتفالية اللي بيتم تنظيمها كل عام بمناسبة العام الجديد. هي عروض كرنفالية جميلة جدا بالفعل على شارعها شوارع لندن، ويعني مختلف الفرق الموسيقية اللي هي شاركت في هذا الاحتفال، واحنا شايفين معانا في الصورة يعني كيفية الاحتفال في لندن بالعام الميلادي الجديد. 8500 شخص بينهم موسيقيون ومهرجون ومشجعات فرق رياضية من أنحاء العالم شاركوا في هذه المسيرة الاحتفالية اللي انطلقت نسختها 31 من محطة جرين بارك باتجاه مقر مجلس العموم البريطاني. يعني شكل تحضر بالفعل، يعني احتفالات متحضرة موجودة في والحقيقة واضح أنه الطقس بارد جدا في أمطار، يعني كمان كان في أمطار، يعني مصممين برضو على الاحتفال وما فيش عندهم أي مشكلة خالص بالفعل، وفي تنظيم يعني كمان لو شفت التنظيم صحيح. يعني تنظيم واضح يعني وفي حالة من الرقي والتحضر بالفعل يعني في بريطانيا أو في العاصمة لندن تحديدا، وهي عاصمة الضباب كما يطلق عليها. ومن الاحتفالات بالعام الجديد في مختلف أنحاء العالم بنروح لعدد من أخبارنا الصحية اللي بنحرص الحقيقة أنها تكون موجودة معنا كل يوم في هذا الصباح. وأحدث الدراسات العلمية، وبنروح النهاردة لدراسة علمية حديثة تحديدا بتتحدث عن فيتامين إيه، فهو من أهم الفيتامينات اللي بتساهم في صحة البشرة، ولهذا السبب بيستخدم في عدد كبير من مستحضرات التجميل، ونقصه في الجسم يصيب الجلد ببقع بيضاء اللون وتسبب التوتر للكثيرين أكيد ممن يصابون بها. وأكيد فيتامين إيه له فوائد كثيرة على البشرة والجلد. يعني أهم هذه الفوائد اللي هو بيقوي ويحافظ على أنسجة البشرة ويساهم في تجديدها، كمان بيساعد على منع ظهور البثور ويقلل من إفرازات البشرة الدهنية،
من الفيتامينات المضادة للأكسدة، ويعمل على حماية الخلايا من الأضرار الخارجية ومنع التجاعيد المبكرة. كمان توضح دراسات عالمية أن هناك الكثير من الأطعمة اللي بتحتوي على فيتامين A، ومنها الكوسة والسبانخ والجزر والكبدة والحليب والبروكلي. ومن صحة البشرة لصحة الجهاز الهضمي، وبعض المشروبات اللي بتساعد على حرق الدهون والهضم الجيد. فبتقول الدراسات ان هناك من هذه المشروبات لابد تكون ضمن الروتين اليومي، وانها بتساعد في انقاص الوزن بطريقة سليمة وفعالة. والحقيقة بتتكون قائمة هذه المشروبات من اللبن، اللي بتقول الدراسات انه شرب كوبين من الحليب خالي الدسم يوميا بيساعد على خسارة الوزن، وإنه وجود كمية كافية من فيتامين دي في الجسم تزيد من فعالية اللبن في حرق الدهون. كمان معانا القهوة، اللي أثبتت دراسات إن تناول القهوة بكميات صحية بيساعد على قمع الشهية وبيحرق السعرات الحرارية، ولكن بيحذر الأطباء من الاستهلاك المفرط في القهوة لأنها بتؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والأرق، وكلاهم يمكن أن يؤدي إلى الإفراط تناول ذلك الطعام. بينصح فقط بكوب أو كوبين بحد أقصى، وتناول الماء مع القهوة. الحقيقة معانا كمان دلوقتي دكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، هنعرف منه أكتر عن هذه المعلومات. دكتور محمد صباح الخير، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير وكل سنة طيبين. دكتور محمد، احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي على حرق الدهون وعدد من المشروبات الحقيقه اللي بترشحها الدراسات العلميه الحديثه اللي بتساعد في هذا الامر، منها اللبن والقهوه. ازاي نقدر نستخدم هذه المشروبات في انقاص الوزن؟ طبعا فعلا المعلومه صحيحه، واحتواء اللبن على فيتامين دي طبعا ده بيساعد على عمليه الحرق وتقليل طبعا نسبه الدهون في الجسم. بس لازم ناخد في الاعتبار، هو المعلومة الحقيقة فيها نقص شوية، لأن فيتامين دي دي من الفيتامينات الدايبة في الدهون، فهنا هيبقى لازم أخد لبن كامل الدسم لأن هو هيبقى فيه فيتامين دي. اللبن خالي الدسم مش هيبقى فيه فيتامين دي. هنا بس ننصح السادة المشاهدين إن طبعا يكون الاستهلاك ما يبقاش فيه مبالغة قوي، علشان الدهن اللي في اللبن طبعا هيبقى مصدر للسعرات الحرارية الزيادة، وبالتالي هيساعد على زيادة الوزن. فهما كوبين حوالي 250 ملي، ممكن اخد كوب الصبح وكوب بالليل، الاثنين دول هيساعدوا بقدر كبير برضو على حرق الدهون في الجسم، وبالتالي تقليل نسبة الدهون في الجسم. القهوة زي ما قلت طبعا القهوة فعلا بتساعد على زيادة الشهية، يعني بتدي اشباع، بس طبعا نتيجة لوجود الكافيين فيها. بس هنا طبعا ارتفاع نسبة الكافيين دي طبعا ليها اضرار شويه لو احنا بلغنا، لانها بتزود ضربات القلب، بتعمل عمليات الارق، وعمليات الارق الحقيقه بتبقى مرتبطه برضو بعمليه ان الواحد ممكن او ياكل اكتر لما بيجي له حاله من الايه من الارق. بس عايزين نقول برضو للساده المشاهدين ان الحاجات دي كلها ليست بديلا عن طبعا برامج انقاص الوزن. نعم. ليست بديلا عن يعني معنى كده دكتور، اللي هي يعني حاجات مكمله، يعني احنا ممكن نستعين بيها زي اللي هو البرنامج اللي هو موجود فعاليتها يعني. طبعا مش بنفس الدرجه طبعا بتاعه طبعا برامج طبعا انقاذ الوزن يعني. طيب كمان احنا كمان عندنا دراسه يمكن بتتكلم عن القرفه وعصير الجزر وعصير الخيار بالكيوي، واهميه الموضوع ده بالفعل كمان اللي هي كعوامل مساعده لفكره اللي هي انقاص الوزن. هي طبعا طبعا عصير الجزر والكيوي والقرفة طبعا دي سعراتها الحرارية قليلة، وعصير الجزر بالذات كمان بيبقى فيه نسبة ألياف عالية، فالألياف دي بتقلل من امتصاص الدهون وبتقلل من حرق الدهون، وبالتالي برضو بتقلل من الوزن. طبعا شريطة طبعا ان الحاجات دي كلها ما نستخدمش معها سكر خالص، علشان طبعا ما نزودش السعرات الحرارية كمان. طب فيتامين ايه يا دكتور كمان، يعني في يعني نصايح علميه بالاهتمام بهذا الفيتامين وبيساعد على يعني تساهم في صحه البشره بالفعل، يعني اهميه فيتامين ايه، واحنا ازاي نركز على الاكلات اللي هي بتحتوي على هذا الفيتامين بالفعل؟ هو طبعا بيرجع اهميه فيتامين ايه في تحسين البشره الى احتوائه على ان هو بيعتبر من مضادات الاكسده، وكل مضادات الاكسده الحقيقه بتحمي الجسم من كل المركبات الضاره والشوارد الحره اللي بيبقى لها تاثير ضار على البشره وعلى نضاره البشره. وطبعا في اكلات كتير قوي غنيه
بفيتامين ايه، اللبن برضو فيه فيتامين ايه، كل الحاجات اللي هي الصفراء الملونة زي برضو الجزر زي الفلفل الاصفر، البطاطا طبعا برضو غنية قوي بفيتامين ايه، الخضروات كتير قوي برضو غنية بفيتامين ايه، فهو بالاضافة طبعا هو بيحسن البشرة وبيقوي النظر كمان. تمام، احنا بنشكرك دكتور محمد الحوفي استاذ التغذية بجامعة عين شمس، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. لسه مكملين معاكم أخبارنا، والحقيقة بتستهل دار الأوبرا برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم نشاطها الفني عام 2017، وده هيكون بحفل للمطربة أنغام بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، وده في 8 مساء اليوم على المسرح الكبير. بيبدأ الحفل بفاصل موسيقي تحت عنوان المايسترو، بيتضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الشرقية، وبعدها بتجدو أنغام بباقة من أشهر أغانيها اللي تعاونت فيها مع كبار وشباب الملحنين والشعراء. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية هذه الجولة الإخبارية، بعد موجز لأهم الأنباء بنبدأ معاكم أولى فقرتنا الحواري.